أهلا بكم مع أخبار الرياضة. دعا الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم 24 لاعبا لخوض المباراة الودية أمام نظيره البحريني في 19 من الشهر الحالي، والتي ستقام في المنامة قبل أن يتوجه بعدها إلى الباكستان للمشاركة في التصفيات الآسيوية. وكان الأولمبي عاد أمس إلى عمان بعد ختام معسكره التدريبي في الإمارات والذي تضمن 3 مباريات ودية، حيث تعادل أمام كوريا الشمالية في لقائهما الأول وتغلب عليه في اللقاء الثاني، بينما خسر في اللقاء الثالث أمام العراق بهدفين مقابل هدف واحد. غادر وفد فريق الجزيرة اليوم إلى البحرين لمواجهة فريق الحد يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويضم الوفد 19 لاعبا من بينهم رائد النواطير الذي تعافى من الإصابة، بينما سيغيب عن المواجهة مهند خير الله بداعي الإيقاف لنيله إنذارين. ويتطلع الجزيرة لتحقيق فوزه الأول في البطولة، حيث تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق في مباراتيها السابقتين أمام وادي النيس الفلسطيني والشرطة العراقي، ويملك في رصيده نقطتين فقط. تقدم فريق باير ليفركوزن للمركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على صاحب المركز الأخير فريق شتوتغارت بأربعة أهداف نظيفة. جاء هدف اللقاء الأول لباير ليفركوزن في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب ويندل، وبعد 4 دقائق ارتكب دفاع شتوتغارت خطأ سمح لفريق ليفركوزن بتسجيل الهدف الثاني عن طريق جوزيب دريماتش. وفي الشوط الثاني عزز الفريق من تقدمه بهدف ثالث سجله كريم بالعربي في الدقيقة 50، ليعود دريماتش ويسجل هدفه الثاني في اللقاء والرابع لأصحاب الأرض، حاسما النتيجة لصالح ليفركوزن بأربعة أهداف نظيفة. فاز أتلانتا هوكس على مضيفه فينيكس سانز بنتيجة 96 نقطة مقابل 87 في المواجهة التي جمعتهما ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. كان التقدم في الربع الأول من نصيب فينيكس ب 16 نقطة مقابل 15 نقطة، وفي الربع الثاني تفوق أتلانتا ب 35 نقطة إلى 28 نقطة، ثم تعادل الفريقان ب 48 نقطة لكل منهما ليعود فينيكس سانز ويخطف التقدم في الربع الثالث ب 71 نقطة إلى 60. وفي الربع الأخير سجل أتلانتا 31 نقطة ليحقق الفوز في اللقاء بنتيجة 96 نقطة مقابل 87. سيكون البريطاني لويس هاملتون بطل العالم أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم للفورميلا 1. وسجل هاملتون أسرع توقيت في التجارب الرسمية الأخيرة على حلبة ملبورن بارك، متقدما على زميله الألماني نيكو روزبرغ بفارق 6 أعشار من الثانية. وتعتبر هذه المرة 39 التي ينطلق فيها هاملتون من المركز الأول في مسيرته الاحترافية، حيث توج بالسباق مرة واحدة فقط. تغلب فريق أوتاوا سيناترز على نيويورك آيلاندرز بهدفين مقابل هدف في لقائهما ضمن دوري هوكي الجليد الأمريكي. انتهت الفترة الأولى للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الفترة الثانية كسر فريق أوتاوا سيناترز حاجز التعادل بهدف أحرزه مات بومبيل. وعزز فريق أوتاوا سيناترز من تقدمه بإحرازه الهدف الثاني بواسطة كيلي توريس. وفي الفترة الثالثة والأخيرة سجل فريق نيويورك هدفه الوحيد عن طريق تايلر كينيدي.
responded right away. Hammond can take